عرفت ولا فجأة كان كندخل الكونت كنلقى راسي 6 ايام ولا شحال ما حطيتش هاد الصغير. 6 ايام اكثر اصلا النهار باش غبرتي عليهم السطريات. وحق الله العلي العظيم واش قلت لك عمر ولاش خصنا ندير؟ نيته قال لي انا اللي قلت لي صراحة ما قلتيش انت ما تبقاش تكذب انا انت قلتي لي ولكن انا قلت لك غندير وانت قال لي هادشي اللي احنا مضاربين دابا خصنا نقول لك صورنا طب حبيبي صراحه راك عاجبني عجبني عاجبني انت الشعر هذا راه عاجبني كيرلي هير شادي ارسلان عمر ارسلان المهم راه ما غابرش غير كانوا عندنا شي افراد كنقضيهم نوحل ولا كتولفوني في ستوريات شحال ميساج قال لي تما فينا من ستوريات انا معكم انا معكم تخليه يصير بخير عارف عارف لي اهو ما كاينش كاد انت ما كاينش كاد كاين شي مفاجاه اكثر من هاد لا انا صراحه تفاجات انا عجبني الحال دابا فرحان شادي شنو الكاد ديال سان فالنتين ديال تقولي لي ولا تخلي لي مفاجاه كان داكشي حرام حرام جيتي الكادوات عندي ولا داكشي سي سفيان سمعتي ملي جاوا الكادوات عندي انا ولا داكشي حرام شاهد الحبوب راه ولفاتني عجب المقام في نيفي المهم سرا نتي اللي قول اجيب لها ثمان كادو هايا كتسمع فيكم ما هداهاش لله يا انا كادو سان فالونتين مكاينش داكشي هذا الخيال تيدير اليهود شوف انا عرفت راسي غبرت عليكم داكشي علاش دابا كندير هاد ستوري باش نقول لكم هادشي كامل اللي غبرت عليكم فيه غادي تشوفوا فين غبرت نهار السبت في الحلقه الاولى ديال ساديم حقاش ما كنلقاوش الوقت باش حتى لا فين ندير ستوري لا حتى شي حاجه السيمانه كامله وانا كنصور الفيديو ديال التحدي ديال ساديم وانا دابا في السطح كنطلع على عمان كامل واحد المنظر اللي زوين موح بزاف شوفوا معايا ويلي 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 انت كنطلع على عمان كامله هنا كلها بلقينا الوقت ديال ستوري تشوف عاد كي ستوري اللور وانا كنستوري هنا يعني الوقت اللي اي وقت خاوي كنجيو نديرو فيه ستوري ولا شي لعيب المهم الحاجه اللي بغيت نزيدكم ان اول فيديو اول تحدي في ساديم صراحه كان شوف هادشي كامل غادي تشوفوه في الحلقه ديال نهار السبت سناو اوكي سناو باش تشوفوا الفيديو اللي شاركنا به انا وعادل كمغاربه وداكشي ان شاء الله يعجبكم ايش صار عاملوا معك انترفيو وما حشمتيش خويا باهي دوز ستورياتي بلا ما تشوفهم خويا شوف وي خويا علاش ما تفرجتش في ستورياتي انا خويا واخيرا نهايه ستريس ديال السيمانه علاش نهايه ستريس هادشي كامل غادي تعرفوه نهار السبت في اول حلقه ديال ساديم اوكي دونك دابا شنو كنهضر معكم راسي كيدور لي في واحد الحاجه اش بان لكم اللوح نيو بوست كومونتيو هنا واش اهو هادشي فاش ما كيكونش التصوير واش كيكون صافي كتبان الكاميرا واو باش باغا تبان صحه This is like the calmest reaction ever, Yanni. من اي بلد كنتي راح توصلك جايزتك يعني سووا فولو حق فرسان حيفا وانتظروا اللايف بكره انا وياه بيكون السحب وبنتكلم مع المتابعين في لايف عنده لاف يو ميديا ام فاين شو ودك شكرا كاع الناس اللي صيفطوا لي مسجز شو بغيت نقول لكم انتظروني غدا ان شاء الله بلايف مع فرسان حيفا انا وياه لايف على الانستغرام في جوائز جود ايفنين انا في دبي مشغوله شويه شو بغيت نقول لكم المهم ملي جيت البارح وانا ناعسه اصلا ما كانتش راشقه ليا وما باغاش ما باغاش نطلع في السوشيال
هالفوتوغراف. كيجيتكم انا عارفك نادية المهم راهي اللي كتصورني قاعد تصور انا اللي كنصورها قاعد تصور. I love you. احبك. I love you too. علاش كيعجبوني كيديروا الاعصاب الحيده كتريشي ولاش كديري داك قد لي الشعر احسن حيدي ويخسر لي الجمال ديالي ما خليتي يزيد لي حتى شي طبقه تاع الشعر كله طبيعي ديالها تبارك الله كله شعري اختي بس كتبقي مهنيتي باش شحال قليله 10 درهم زيدي صفر ما قد هادشي شوف اليوم مع ياسين ونصيب لي الشعر الشعر ما شاء الله ياسين تبارك الله عليك غزال والميك اب بيان سور ايميل غزاله شحال وانا باغا تماكي ليا اخيرا اخيرا مازال لك مازال لك لمست الاخيره دابا كنبان ميته شويه غنحيه اختي راه دابا الزينه انت كاع كتصحاب لي راسي زوينه راه تخلعت انايا كون زيدي شي 1000 درهم على داك الصداقه خويا شويه يزيدني 1000 درهم فوق الحساب شويه الضاربه مزيان عطيني السر ديال شعرك بلاتي بلاتي وريني بعدا الشعر عاد عطيني السر مخاطر الشعر طيب اي حاجه طبيعيه خلطوها في شي سطل ثوما زيت العود البصله كلشي كلشي بسباس بسباس لا زيدين غيزه ما تخافيش خالتي تحمستي عليا خالتي نفس 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 ما بقاش كتطلع نفس فكري الصداق اللي غيتزاد ماشي مشكل زيري زيري زيد زيري كديري زيت العود راني مخروعه بنتي ليا ثاني شكون ديما في اي زمن ومكان شكرا بزاف هاد البنيه هادي غزاله ما شاء الله عليها وديما فين ما كنمشيو كتجيب لينا لي كادو شكرا بزاف حبيبه ديالي خصنا هاد المره حنا اللي نجيبو لها كادو شاتيه هاد المره حنا اللي نجيبو لها شكرا علينا صافي مريم ماشي هنا مابقاش انا نجي صافي كلشي اخويا بسميتي مريم اصواب ما عرفتش فين مريم مريم اصواب مريم اصواب عيا اختي مريم او بزاف اي مريم اصواب تقدر فيها انتي فيها انا فيها خالتي فيها انا فيها ماما فيها سعاد ماما سعاد راهي عاوتاني لا تبارك الله وليتي مؤمنة وليتي مؤمنة ام سعاد وليتي مؤمنة اليوم الجمعة ديما مؤمنة الحمد لله الحمد لله والشكر لله الشكر لله الحمد لله والشكر لله نبي واحد الله محمد رسول الله جميع المسلمين وحنا دعي معانا تحنا الناس الله يسهل عليهم في هذه الجمعة اللي بغا شي حاجة الله يعطيها ليا دابا قلتي ام سعاد دابا واخا كنسبح راه انايا عقلت معاها والله والحمد لله راه كنقولها ولكن نتوما كنجاوبكم فهمتي شكرا حيت كتجاوبي شدت الايمان شي تصليت جوج ركعات وكلشي الله يخليك ماما سعاد انت هي الا قلنا لك عاودنا لك شي حاجه وقلنا لك ما تقوليهاش كيفاش تهضر بنيتي دابا تنقولها ما توصينيش ولا ما وصيناكش ما وصيتونيش نقولها هذاك الشامبو اللي ما عرفتش ندير دابا كيفاش كتسبحي اسكت اسكت دابا انت كيفاش كتسبحي وكدوي معانا ولكن انت كتسبحي وداوية معانا ما فهمتش هيد شولدرز هيد شولدرز لا فامي شوف بوست البارح بوست اليوم يعني القضيه الزاهيه غتمشيو للستوري الجاي فوا لا بوبليكاسيون باش تشوفوا امتى غادي تطلع اول حلقه من سديم واش متحمسين الستوري الجاي بلبلوها شربت الشعب الاردني عالم مشيت تقهويت واحد خونا رجع لي دينار صرف يعني شوف اش خرج من القهوه دورت اش لقيت فيها
كاتب فيها جريده. شوف 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 الله يترد لي بالرب. لا فامي صباح النور من عمان. شوف انا دابا كنقلب في ستوريات لقيت واحد مازال بغى يحشم, واحد مازال قالك بغى يتحداني. ستوري الجاي غتفهموا كي شنو في ستوري الجاي غتفهموا شنو هو البلان. دونك كيما شفتوا في ستوريات جودي قالك مازال الله يعني يلا بدات الحرب. انا صافي ساليت مع التحدي قالك لا يلا بدات الحرب. بربي تعمان انا باقي محتار نفسي فيها. اقسم بالله تكبتوا هادشي المول دابا غيتزعزع العمان كامله غتنوض التحديات سالينا. كنت محترم راسي عادي عمرني اخويا اديت شي واحد هنا دابا غتبدا. السلام عليكم. شي دابا بدات الحرب لا في سديم لا برا سديم. اوكي دابا اول معركه شنو هي؟ اول معركه بيكم انتوما غنطاقيه ليكم هنا غادي تسطعوه غادي تقتلوه. ريدا فاميلي ريدا ما يفهم والو انستغرام ديالو يتسباما ما يبقاش انستغرام ديالو ولا انستغرام ديال ريدا فاميلي. ثاني معركه شوف داكشي في الخلف يعني داكشي ما فيهش تعطال. انا اللي جبدني كبتها. ثاني معركه غتجيب لي اي تحدي ولا اي مقلب بغيتي نديرو ليه هنا كتبوا هنا وبربي تكبتوها. انا باقي حد الان محتار مراتي في الاردن. كتبوا 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 منين نبداو؟ شدوا 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 ثانية الآن بدأ. لا 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 شوف ولات عندو هاد البلاصة طويلة. الله يا اخي الشيطان اقديه معاك ذكرى صافي سخيتي بيه. دونك دابا الدراري لحت نيو بوست ستوري الجاي. شوف انتم عارفين هادشو نيو بوست فوغ لابليكاسيون هجموا في لي كومونتير كاملين نشروا الحب. يلا نيكست ستوري. المهم دابا اللايف سالا ولحت لكم تصويره قلت لكم فايله وصلت ل 2000 كومونتير في دقيقه. شنو يوقع جودي؟ بوس واحد في الشارع. لا قلت لك قطع شعرك كاش بوس واحد في الشارع. قطع شعري بربي حتى شعرك يتقطع. واي رضا 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 شوف غادي نعطيك 5 دينار جزائري وانت تعطيني 1 دينار اردني. والله الا عطيتها ها ها بالرب والله العظيم الا بدلت فيك. كيش حل ديرهم اورو؟ ها؟ حل ديرهم اورو؟ هذيك دايره 0.00005 اورو. هذيك شحال دايره من اورو؟ كذاب. هذيك شحال دايره من اورو؟ هذيك دايره اورو راه هذه اورو؟ اه هي سيتم على لا لا هي شاف ما كان والله 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 العظيم